مهما برضه حاولت مش هتقدر تخسرني، احتياجي ليك مش مقدر. اتفضل. ايه ده؟ بتذاكر؟ والله تتحسد. اي خدمة، بذاكر اهو. كنت عايز اللابتوب بتاعك عشان عايز اعمل عليه شوية حاجات كده. ايه اللي ده، انت بتستأذني؟ اللابلابك، تحب اساعدك في حاجة؟ اللابلابك؟ لا خليك انت في مذاكرتك، مالكش دعوة بيه. وبعدين بقى انا كده هتوه اكتر ما انا تايه. قلت لك اجي اساعدك يا هيلو. قلت لك مالكش دعوه، خليك في مذاكرتك. طيب. ايوه عماد. هيلو. ازيك يا زيزو؟ عامل ايه؟ عامل ايه يا حبيبي؟ الحمد لله. مبارك ايه؟ تمام. ايه الشنطة دي؟ دي هدوم يا سيدي. امال فين جدك؟ جوه قاعد على النت. نت؟ هو جدك بقى بيقعد على النت؟ ده انت لو سبتني معايا يومين كمان هخليه شايش. ازيك يا عماد؟ ازيك يا بابا؟ اعمل لنا قهوة زيزو. لا، انت قلت لي ذاكر وانا ما بحبش اكسر لك كلمة. طب ما فيش نزول البروفات. حالا تكون القهوة قدامك. شخصيته قوية قوي. انا خدت بالي. اخيرا جيت. ما انا ياما اتحلت عليك عشان تيجي تقعد معايا. كنت فاكر ان انا هقدر اعيش في الشقه لوحدي، بس خلاص ما بقتش قادر. بقيت بقضي اغلب وقتي في الشغل عشان ما اروحش. كل حته في الشقه بتفكرني بماضو. ماضو؟ والله وحشني ماضو. يعني كان لازم تتجوز اجنبيه او اللي حصل بقى. المهم قول لي حضرتك محتاجني في ايه؟ انا عايز اعرف مين المسؤول عن الادويه في وزاره الصحه. في كذا هيئه مختصه بالادويه تبع الوزاره. حضرتك عايز ايه بالظبط؟ عايز اعرفهم كلهم. في عند حضرتك مثلا الهيئه القوميه للرقابه والبحوث الدوائيه؟ الهيئه القوميه والهيئه القوميه للبحوث والرقابه عن المستحضرات الحيويه واللقاحات. اللقاحات. وفي الاداره المركزيه لشؤون الصيدله. بالراحه عليها شويه، بالراحه، انا بكتب وراك. حاضر. واللقاحات ايه الإدارة بقى؟ الإدارة المركزية لشؤون الصيدلة. أنا عايز أعرف بقى أسامي وعناوين المسؤولين عن الإدارات اللي أنت قلتها دي. هو في يا بابا؟ قبل كده طلبت مني ميم ميم ودلوقتي عايز كل دول. وحضرتك بتعمل إيه بالظبط؟ هو أنت يعني كنت عرفت لي ميم ميم؟ أنا قلت أجربك في حاجة تانية. والله العظيم يا بابا أنا مش ساكت وبدور لك. أنا حتى النهاردة كنت لسه بسأل واحد صاحبي على دكتور ميم ميم ده وفضل يتريق عليا. والله. يبقى كده الاتفاق على تجديد 40 مكتب بفرشه. بالظبط كده. ايه ده؟ 25 وزارة الإسكان، 15 وزارة الثقافة، في ايه يا عم؟ أنت حرت على الأسعار القديمة ليه يا عم؟ ما كده كويس، خلينا في السيفتي. سيفتي ايه يا عم بس اللي أنت بتتكلم عليه؟ حط 15,000 زيادة في كل مكتب. يا عم الطماطم غليت، أنت مش شايف الأسعار بتزيد ولا إيه؟ ماشي. ماشي تحت امرك اللي تشوفه. يلا ما تاخريش بقى بكره. تقلقش. عن اذنك. اتفضل. جمال بي. ايوه يا قمر. هو احنا مش هنحتفل ولا ايه؟ ماشي هطرق الانسان ده وحصلك على هناك. تمام كده يا دكتور، كتبته. شكرا يا دكتور، تعبتك معايا. معلش، مع السلامة.
الإدارة المركزية لشؤون الصيدلة يحيى علام. يحيى علام. يا عين أعتقدك ما كانتش في محلها يا مريم. صباح الخير. نعم. أنا من فضلك يعني عايز أقابل الدكتور يحيى علام. بخصوص حوار صحفي. في ميعاد سابق؟ لا الحقيقة مفيش. طب اتفضل استنى. أستاذة دعاء اتفضل. أنا جاي من قبلها يا أستاذ، ومن قبل اللي دخلت قبليها. وهم واخدين ميعاد من أسبوع. اتفضل ارتاح. أيوة نهى. بص يا دكتور، أنا بحثت في الفايلات اللي في الجهاز عندي على كل الأسماء بتاعت الدكاترة النفسيين، وما لقيتش غير الثلاث أسماء دول: مراد مرغني، مجدي محسب، مينا ماهر. بس مراد ومجدي متخرجين قريب. دكتور مينا ما عندوش عيادة أصلاً. أه صحيح، افتكرت. كان في دكتور بيروح لكل المشاهير والناس المعروفين في البلد، بس ما كانش بيتعامل معانا خالص. كان اسمه محمد محمدي. محمد محمدي ميم ميم. يا اهلا وسهلا. يا اهلا يا فندم. كنت عايزه اقابل دكتور يحيى علام. اقول له مين؟ نهى مندور من جريده نبض الشعب. لو حد سالك قولي انك واخده ميعاد مسبق بقالك فتره. تمام. بس عايزك تسيبي له رقم تليفونك، اوكي؟ اه طبعا، بس اول ما اخرج. اتفقنا. نهى مندور. اهو فعلا فعلا في ميعاد. يا اهلا وسهلا يا فندم. يا اتفضلي يا هانم، والله منورانا. اتفضلي. ايه يا استاذ رايح فين حضرتك؟ انا ابوها وهي واخده ميعاد مسبق، وانت لسه قايل كده قدام الناس دي كلها. يلا يا بابا. يلا حبيبتي بابا. يلا حبيبتي. هما كلمتين هناخدهم من سعادتك ومش هنعطلك. وانا تحت امرك. تبقى نوع. حاضر يا استاذ. سيادتك خليك معايا خليك معايا. سيادتك بعد ما اتخرجت كان مجال شغلك ايه بالظبط؟ الحقيقه من وانا طالب في الجامعه بشتغل شغلانتين عشان اصرف على دراستي، لكوني مغترب وزي ما تقول كده عيلتي كانت ظروفهم على قدهم. يعني حضرتك شخصيه عصاميه. عصامي بالظبط كده. مع ان عصامي دي دايما بتتقال على اللي عامل املاك او اللي له حساب في البنوك، بس نمشيها عصامي. لا انا ما اعرفش حد في الضرايب. ولو تعرف على راي المثل، مش ياخد الريح من البلاط. بلاط ايه؟ بلاط ايه؟ هو السوق تجاره الادويه والمستلزمات الطبيه بقى واقف في اليومين دول ولا ايه؟ ولا ايه يا نهى؟ دي مربحه جدا يا استاذ. مستلزمات طبيه ايه يا فندم؟ أنا الحمد لله في مكانة محترمة، وبقبض اللي عايشني أنا وأسرتي، وعمري ما اشتغلت إلا في مجال وظيفتي وبس. وقضية 96 يا دكتور. أنا قلت 100 مرة قبل كده أنا ماليش علاقة بالقضية دي. وأنت لو مالكش علاقة بالقضية دي ما كنتش اتنرفزت كده. عشان مش موافق على تصرفاتهم، وعلاقتي اتقطعت بجماعة من وقت القضية. جماعة؟ جماعة. تقصد الجماعة بتوعك وقتها يعني، مريم. مريم مين؟ لا، أنا كل علاقتي كانت مع رشاد وبعض الإخوة. وزي ما قلت علاقتي اتقطعت بيهم تماما من سنه 96. وقلت الكلام ده 100 مره قبل كده في التحقيقات. في التحقيقات؟ ايوه. يلا يا نهى. ارجو من سيادتك ما تنشرش حاجه تضرني، وانا والله العظيم سبت الجماعه فعلا من سنه 96، حتى حلقت اداني. عمرك شفت حد فيهم غير ده؟ لا، ما هو الجماعه ما طلعوش هم الجماعه. يعني ايه؟ يعني انت ما طلعتش يع. لا يع. يا ما طلعش يا اهو. يلا نوم.
يا عيني يعني.